قرية ونينينا في محافظة سوهاج بصعيد مصر تشهد حالة من الرعب والفزع بين أهلها. السبب وراء هذا الذعر هو الحريق الهائل الذي شب في 40 منزلا وأدى إلى تدمير ممتلكات السكان وإصابتهم بحالة من الذعر والخوف. الروايات المتداولة في القرية تدور حول الجن والكيانات الغريبة التي يعتقد أنها تسببت في هذه الكارثة. بحسب شهود العيان فإن بعض أهالي القرية كانوا ينقبون عن الآثار في إحدى المناطق، وفجأة بدأت الأمور تأخذ منعطفا غريبا. في إحدى الليالي شاهد الأهالي جسما غريبا متوهجا ينزل من السماء ببطء ويستقر على أحد المنازل. هذا الجسم الذي وصف بأنه دائري الشكل أضاء المنطقة المحيطة به بشكل مبهر لدرجة جعلت الليل يبدو وكأنه نهار. أحد سكان القرية جمال عباس محمد روى تجربته قائلا: رأيت الجسم المتوهج يسير ببطء لمدة 3 أو 4 دقائق، ثم فجأة اشتعلت النيران في المنزل الذي استقر عليه. النار كانت شديدة وامتدت إلى المنازل المجاورة، مما أدى إلى تدمير 40 منزلا وإصابة العديد من الأهالي بحروق. الهلع انتشر بين سكان القرية حيث بدأوا يروون قصصا مخيفة عن الكائنات الغريبة والنيران التي تشتعل من دون سبب واضح. الأهالي افترشوا الشوارع خوفا من العودة إلى منازلهم المحترقة والمهددة بمزيد من الحرائق. البعض منهم أصر على أن هذه الحرائق لم تكن بسبب الحمام أو أي طائر آخر، بل كانت نتيجة سقوط كرات نارية من السماء. تحقيقات الشرطة بدأت، ولكن الأهالي رفضوا تصديق تقرير المعمل الجنائي الذي أشار إلى أن السبب قد يكون طيور الحمام. في المقابل أكدوا أنهم شاهدوا بأعينهم الكرات النارية التي بقيت معلقة في السماء لفترة طويلة قبل أن تسقط وتشتعل النيران. وفي حين كانت عربات الإطفاء والإسعاف تحاول السيطرة على الوضع، لم يكن أحد يعرف بالضبط ما الذي يحدث ولماذا. الروايات كانت متناقضة والأحداث كانت تتوالى بسرعة، مما زاد من حالة الرعب وعدم اليقين بين الأهالي. القصة لم تنتهي بعد، وما زالت هناك الكثير من التفاصيل المرعبة التي لم تروى بعد. الحريق لم يكن سوى بداية لما يبدو أنه سلسلة من الأحداث الغريبة والمرعبة التي تنتظر سكان قرية ونينا. لم يمض وقت طويل بعد الحريق الأول حتى بدأت أحداث أكثر رعبا وغموضا تظهر في قرية ونيننا. مع حلول الليل كانت القرية تغرق في ظلام مخيف، ولم تكن هناك أي أصوات سوى تلك الأصوات الغريبة التي تتردد في الهواء. الأهالي الذين كانوا قد فقدوا الثقة في النوم داخل منازلهم تجمعوا في الميادين والشوارع يروون قصصا عن مشاهدتهم لظلال وأشكال غريبة تتجول في الأرجاء. في إحدى الليالي ادعى أحد سكان القرية ويدعى حمدي أنه رأى شيئا أشبه بإنسان، لكنه أكب حجما وأطول بكثير يخرج من بين الأنقاض التي خلفها الحريق. هذا الكائن كان يتحرك بسرعة كبيرة وبدأ وكأنه يطفو في الهواء. لم يصدق حمدي عينيه وحاول أن يتبع هذا الكائن، ولكنه اختفى بسرعة مذهلة في الظلام. وفي حادثة أخرى ذكرت إحدى السيدات التي كانت تجلس مع مجموعة من النساء والأطفال أنها سمعت أصوات همسات غريبة تأتي من داخل بئر مهجورة في أطراف القرية. عندما اقتربت لتستوضح الأمر وكأن البئر قد تحولت إلى مدخل لعالم آخر، كان يصاحبه صوت بكاء خافت يشبه صوت طفل. الأطفال في القرية بدأوا يعانون من كوابيس مرعبة، كانوا يستيقظون في منتصف الليل يصرخون ويبكون يصفون رؤى لأشباح وكائنات سوداء تحاول الإمساك بهم. الأهل لم يعرفوا كيف يتعاملون مع هذه الكوابيس التي كانت تبدو وكأنها تنقل رسالة من عالم آخر. في صباح أحد الأيام تفاجأ الأهالي بوجود رموز غريبة محفورة على جدران المنازل التي لم تتأثر بالحريق. هذه الرموز كانت تشبه تلك التي وجدت في الكتب القديمة عن السحر والتعويذات. لم يستطع أحد تفسير هذه الرموز، ولكن الشعور بالخوف
كان يتزايد بين الجميع في إحدى الليالي عندما كان الأهالي يحاولون النوم في الشوارع، سمعوا أصواتا غريبة تشبه الصرخات تأتي من جهة الغابة المجاورة. بعض الشباب قرروا استكشاف الأمر، وعندما اقتربوا من الغابة شاهدوا أضواء غريبة تتراقص بين الأشجار. هذه الأضواء كانت تتحرك بشكل عشوائي وسريع، مما جعلهم يعتقدون أن هناك كائنات غريبة. الحيوانات في القرية بدأت تتصرف بشكل غير طبيعي، الماشية كانت ترفض الأكل وتشعر بالقلق، والكلاب كانت تنبح بشكل مستمر وبلا سبب واضح. بعض الأهالي ذكروا أنهم شاهدوا قطط سوداء بعيون متوهجة تراقبهم من بعيد. الأحداث كانت تتصاعد، والأهالي كانوا يعيشون في رعب مستمر. لم يكن هناك أي تفسير منطقي لما يحدث، وكل يوم كان يأتي بجديد من الأحداث الغريبة التي تزيد من حالة الفزع والاضطراب في القرية. ومع تزايد هذه الأحداث المرعبة بدأت تظهر علامات جديدة على الأرض في أماكن مختلفة من القرية. هذه العلامات كانت عبارة عن دوائر متشابكة معقدة وأشكال هندسية لم يرها أحد من قبل. الأهالي كانوا متأكدين أنها لم تكن من صنع الإنسان، وبدأت التكهنات تتزايد بأن الجن أو الكائنات الأخرى هي المسؤولة عن ذلك. في إحدى الليالي العاصفة عندما كانت السماء مليئة بالغيوم والرعد يدوي، حدث أمر غير مسبوق. صوت قوي يشبه الانفجار سمع في وسط القرية، وتبعه ضوء ساطع أخفى كل شيء لثوان. عندما انقشع الضوء وجد الأهالي أن بئر القرية القديم قد انفجر، وكأن قوة عظيمة قد دفعت المياه لتفيض وتغمر المنطقة المحيطة. المياه كانت سوداء ولها رائحة كريهة، مما جعل الجميع يبتعدون عنها بخوف شديد. الأطفال الذين كانوا يلعبون بالقرب من تلك البئر سابقا بدأوا يعانون من أعراض غريبة كالهذيان وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير طبيعي. كانوا يصرخون بأسماء غريبة ويشيرون إلى أماكن غير مرئية، ويتحدثون عن كائنات لا يمكن لأحد غيرهم رؤيتها. في مساء أحد الأيام اختفت شابة من القرية تدعى فاطمة بشكل غامض. الجميع كانوا يعرفونها بشجاعتها وقوتها، ولكن لم يكن هناك أي أثر لها. أهالي القرية قاموا بالبحث في كل مكان ولكن دون جدوى. بعد يومين عادت فاطمة إلى القرية بحالة من الذهول والرعب، وقد تغيرت ملامحها بشكل مخيف. لم تتحدث عن مكان اختفائها، ولكنها كانت تهمس بين الحين والآخر بكلمات غير مفهومة وتتحدث عن الظلال التي تعيش تحت الأرض. الليل التالي كان أسوأ من كل ما سبق، حيث بدأ الأهالي يسمعون موسيقى غريبة تنبعث من داخل البيوت المحترقة. كانت موسيقى مهيبة ومخيفة، تبدو وكأنها تعزف على آلات غير بشرية. الأصوات كانت تتزايد تدريجيا، والناس شعروا بأنهم يفقدون عقولهم بسبب تلك الألحان. الأهالي الذين كانوا يقتربون من البيوت المحترقة كانوا يشعرون بأنفاس باردة تلفح وجوههم، وكأن الأرواح الشريرة تراقبهم عن كثب. البعض قالوا إنهم شاهدوا وجوها مرعبة تطل من بين الدخان المتصاعد، وجوها مشوهة بعيون متوهجة تراقب كل حركة. وفي إحدى الليالي بدأت الأرض تهتز بشكل غريب، وكأن هناك شيء عظيم يحاول الخروج من أعماقها. الهزات كانت تتكرر بشكل منتظم، ومع كل هزة كانت تظهر تشققات جديدة في الأرض. الأهالي بدأوا يشعرون بأن القرية كلها ستنهار في أي لحظة. كانت الأحداث تتسارع والرعب يسيطر على قلوب الجميع. كل يوم كان يأتي بجديد من القصص الغريبة والمخيفة التي لم يجد لها أحد تفسيرا. كانت القرية تعيش في دوامة من الخوف والذعر، وكأنها قد دخلت في كابوس لا ينتهي. مع استمرار الرعب بدأت أصوات همسات غامضة تتردد في أرجاء القرية مع حلول الليل. لم يكن أحد يستطيع تحديد مصدرها، ولكن الجميع كانوا يسمعونها بوضوح. هذه الهمسات كانت تتحدث بلغة غير مفهومة وتسبب شعورا عميقا بالخوف والاضطراب لكل من يسمعها. في إحدى الليالي قرر مجموعة من الشباب الشجعان استكشاف المنطقة المحيطة بالقرية لمعرفة مصدر الأضواء الغريبة التي كانت تظهر بين الأشجار. شاهدوا دوائر نارية تتشكل على الأرض، وأجساما غامضة تتحرك بسرعة بين الأشجار وكأنها ترقص حول النار. فجأة اختفت الأضواء
ووجدوا أنفسهم محاطين بصمت مخيف وضباب كثيف. عادوا إلى القرية مرعوبين. الأحلام الكابوسية لم تقتصر على الأطفال فقط، بل بدأت تنتشر بين البالغين أيضا. كان الأهالي يستيقظون ليلا مذعورين من رؤى مروعة لأشباح تطاردهم وكائنات مظلمة تخرج من تحت الأرض لتخطفهم إلى عالم آخر. هذه الأحلام كانت تترك أثرا عميقا في نفوسهم وتجعلهم عاجزين عن النوم أو الراحة. في يوم آخر لاحظ الأهالي اختفاء الحيوانات الأليفة بشكل غامض. القطط والكلاب كانت تختفي بلا أثر، وكان الأهالي يسمعون صرخات مكتومة ليلا، مما جعلهم يعتقدون أن هناك شيئا يلتهمها. الأمهات كن يخشين ترك أطفالهن يبتعدون عن منازلهن حتى في وضح النهار، خوفا من أن تختطفهم الكائنات الغامضة التي أصبحت جزءا من حياتهم اليومية. في حادثة مرعبة أخرى وجد الأهالي مجموعة من الطيور النافقة في منتصف القرية. الطيور كانت متفحمة ومشوهة وكأنها قد تعرضت لنيران جهنمية. الأغرب أن هذه الطيور كانت مرتبة بشكل دائري وكأنها جزء من طقوس غامضة ومخيفة. الرائحة الكريهة المنبعثة منها كانت تنتشر في كل مكان، مما زاد من شعور الأهالي بالقلق والرعب. المزيد من الرموز الغامضة بدأت تظهر على جدران المنازل وفي الأراضي الزراعية، وكانت تزداد تعقيدا يوما بعد يوم. البعض من الأهالي بدأوا يعتقدون أن هذه الرموز هي تعويذات لفتح بوابة إلى عالم آخر، وأن القرية قد أصبحت نقطة عبور للكائنات الغامضة التي تهاجمهم. في إحدى الليالي المظلمة أثناء محاولة بعض الرجال حراسة القرية، شاهدوا ظهور كائن غامض عند أطرافها. كان هذا الكائن طويل القامة بملامح مشوهة وعيون تلمع باللون الأحمر. ظهر فجأة واختفى في لمح البصر، تاركا خلفه أثرا مشعا على الأرض. شعر الرجال بعب لا يوصف وعادوا إلى بيوتهم وهم يتصببون عرقا من الخوف. الأحداث المرعبة كانت تتوالى، والأهالي كانوا يعيشون في حالة من الرعب والقلق المستمرين. لم يكن هناك أي تفسير منطقي لما يحدث، وكل محاولة لفهم الأمور كانت تقود إلى المزيد من الغموض والرعب. كل ليلة كانت تحمل في طياتها كابوسا جديدا، وكانت القرية تغرق أكثر فأكثر في دوامة لا نهاية لها من الأحداث المرعبة. وفي إحدى الليالي بلغت الأحداث ذروتها. كانت القرية غارقة في الظلام الدامس عندما بدأت الأرض تهتز بعنف غير مسبوق. الصرخات تعالت من كل مكان، والأهالي هرعوا إلى الخارج وهم يحملون أطفالهم ويحاولون فهم ما يحدث. فجأة انشقت الأرض في وسط القرية وخرجت منها ألسنة نيران هائلة، وكأنها بوابة جهنم قد فتحت تحتهم. من هذه الشقوق بدأت تخرج كائنات مظلمة مشوهة بأجسام ملتوية وأعين متوهجة. كانت تتحرك بسرعة مرعبة تصطاد كل من تقابله. الأهالي حاولوا الفرار، ولكن الكائنات كانت تلتهمهم بلا رحمة، تاركة خلفها آثار دماء وبقايا متفحمة. في وسط هذا الفوضى ظهر كائن ضخم من بين النيران، كان أطول من أي شيء رأوه من قبل، وملامحه مشوهة بطريقة تفوق الخيال. كان يحمل في يده عصا مشتعلة، وبضربة واحدة منها أشعل النيران فيما تبقى من منازل القرية. أصوات الصراخ والهلع تعالت بينما كان الجميع يحاول الفرار إلى أي مكان يمكنهم الاحتماء فيه. فجأة بدأت السماء تضيء بألوان غريبة وكأنها تستجيب لنداء الكائنات الشريرة. الرياح اشتدت بقوة غير طبيعية وقذفت بالناس والحطام في كل اتجاه. الطيور السوداء الغريبة عادت، ولكن بأعداد أكب، وكانت تهاجم الناس بلا هوادة. الأرض بدأت تنهار بشكل أكب، محدثة حفرة عملاقة في وسط القرية. الكائنات كانت تسحب الأهالي إلى داخل الحفرة، وأصواتهم تتلاشى تدريجيا وهم يغرقون في الظلام الأبدي. كانت النهاية واضحة لا محالة، ولم يكن هناك أي مهرب. القرية أصبحت في لحظات قليلة مكانا لا يمكن التعرف عليه، مشتعلة بالنيران ومليئة بالكائنات المرعبة. الأهالي الذين نجوا، ولكن حتى هناك لم يكن الأمان متاحا. الكائنات كانت تلاحقهم حتى في أحلك الأماكن، وكأن لا ملاذ لهم من هذا الرعب المطلق. وفي اللحظة الأخيرة
عندما بدأ أن كل شيء قد انتهى، سمعت صرخة أخيرة مرعبة تأتي من أعماق الحفرة، وكأنها نداء النهاية. ومع هذه الصرخة تلاشى كل شيء في الظلام، ولم يبق من قرية ونيننا سوى رماد وصمت أبدي، كأنها لم تكن موجودة أبداً.